بس من هنا نعرف انه محيط الدار. يا رعد جبت الشطة ولا لا؟ لا يا امي لسه ما جبتها. متى تجيبها يا كلب؟ انا لي مستني نص ساعه لما تجيبها. يا الله يلا بسرعه انقلع انزل جيب الشطه. والله حجيبها بس اخلص جيبها. الله يكب شيطانك. ومتى حتنظف كومه الزباله هذه اللي مسميها غرفه؟ ايش ده؟ دي جزمه ولا ايش؟ ايش جابها هنا يا ابني؟ انت ايش بتسوي في الغرفه؟ انا عدمتها. وبعد ما تنظف الغرفه تهلي الحمام عشان احممك بسرعه. ريحه عفن يا عيال. اللي سايب المايك مفتوح ما يستحمى بنفسه يخليه يتحمم.